تربط قناة بنما التي يبلغ طولها 80 كيلومتراً بين المحيطين الأطلسي والهادئ، ويعبر من خلال هذه القناة 6% من التجارة البحرية العالمية أو حوالي 14 ألف قارب سنوياً. وقد تسبب الجفاف الناجم عن ظاهرة إنينيو وتغير المناخ في تعطيل حركة التجارة حالياً. عندما بنيت القناة عام 1914، أنشئت بحيرتان اصطناعيتان ضخمتان عن طريق غمر المناطق الجبلية بين المحيطين. تتم تغذية البحيرتين من النهر والأمطار، وتستخدم الأهوسة الموجودة في كل جهة من القناة المياه العذبة من البحيرات لتحريك المراكب صعوداً ونزولاً وفقاً لمبدأ الأواني المستطرقة. تفرغ الأهوسة جزءاً من المياه في البحر، وإذا كان مستوى البحيرات منخفضاً تواجه صعوبة أكبر في أداء دورها كرافعة للقارب. الهوسان اللذان أضيفا في عام 2016 صمما للحصول على تدفق كمية أقل من المياه العذبة إلى المحيط. لهذين الهوسين 3 مستويات، ولكل منهما 3 أحواض لاحتجاز المياه. أثناء عبور القارب تتدفق المياه من البحيرات إلى الأحواض السفلية، حيث يعاد استخدام 60% من المياه. وعلى الرغم من ذلك، فإن مرور كل قارب يتطلب 200 مليون لتر من المياه العذبة.